مصنع المعاصر والأميرة لصناعة الزيوت زي الزيت الزيتون وزيت السمسم والزيت الحار، وكمان متميزين جدا جدا في صناعة الطحينة اللي بيصنعوها من السمسم الخام اللي مش بنلاقيه الأيام دي ودايما بنلاقيه مغشوش، وكمان بيتميزوا في صناعة الحلاوة الطحينية. وانبهرنا جدا هناك من النظافة ومن طعم الحاجة، وحقيقي أستاذ أصيل أستاذ محترم جدا، وزي ما هو اسمه أصيل فهو فعلا شغال بأصالة زمان ونظافة زمان وعدم الغش، بالذات الطحينة دايما بتكون مغشوشة والحلاوة الطحينية، لكن حقيقي حقيقي مصنع المعاصر والأميرة حاجته نظيفة جدا، واحنا بنتشرف جدا بأستاذ أصيل.